كتاب الطب لأبي سعيد الخدري، قرأ فاتحة الكتاب على سيد الوادي فبرأ. عايزين حاجة بعد صحيح البخاري؟ يقوم يروح للنبي يستفتي رسول الله لعله أخطأ في شيء، فيقول ما الذي أدراك أنها رقية؟ والله كلام بالغ وبليغ لا يحتاج إلى شرح. ويجي الأخ يقول لك يعني إيه أخ يروح عند الشيخ ويقرأ عليه فاتحة؟ فأنا بقول إن عقيدة الشخص اللي قال كده بين اتنين، إما أنه جاهل بالقرآن لا يعلم من القرآن آية، ما بيعرفش يقرأ القرآن فغير يخطأ، هو ده ممكن يكون منطوقه، أو أنه يأتي أعمالا من أعمال السحرة فبيخالف القرآن، بيلغي بقى القرآن، مش هقرأ القرآن رغم إن هادي النبي. طيب هادي النبي إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسد ما أدبر. اقرأ يا أخي. كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين. اقرأ يا أخي. كان صلى الله عليه وسلم يرقي ويرقى. اقرأ يا أخي. كان هناك رقية اسمها رقية النملة ورقية العقرب. رقية النملة التي علمها رسول الله عائشة لما دخل عند جارية وجد عندها سعفة فقال ألا رقيتموها برقية النملة؟ ألا رقيتموها برقية النملة؟ ثم يأتي العمر ابن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نهى رسول الله عن الرقية، فقالوا يا رسول الله إنا نرقي الناس برقية العقرب. رقية كانت معهودة في الجارية لم يكن بها شرك وننفع بها الناس. فقال النبي اعرضوا علي رقاكم. اعرض طالما انه مش بالقران والسنه اعرضه. فلما عرضوا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن به شرك فقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. يبقى ما اعرض اذا كانت الرقيه باي دعاء انت قلته او استطعته لم يكن به شرك، لكن اعرض كلام ربنا ده كلام ربنا. طالما ان الرقيه من الكتاب والسنه لها ثوابت يبقى هنا ما فيش عرض، في تصديق. طيب الامر الثالث ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة. ألم يكن عمر يرقي الصحابة بفاتحة الكتاب؟ الحديث المشهود الرجل الذي جاء إلى علي يا علي ارقني بفاتحة الكتاب كما كان يرقيني عمر، قال هذه فاتحة الكتاب فأين فاتحة عمر؟ فين هو عمر؟ فين هو عمر؟ دلالة أن هناك تخصيص للراقي. هل منكم من راق؟ يبقى الرقية لها ناسها، العلاج بالقرآن لناسه، ناس الله عز وجل أن يفتح بيننا وبينه بدلالات القول والإخلاص، دلالات القول والإخلاص. والله لو جه واحد مريض بسم في بدنه وقرئ عليه القرآن من رجل مخلص وأسأل الله أن أكون منهم لبرأ، زي ما فعل أبو سعيد الخدري مع سيد الوادي.